كيفاش استقبلوكم أستاذ أحمد في بوركينا فاسو؟ أهل بوركينا فاسو كيفاش استقبلوكم؟ شوف، الاستقبال كان يعني بحذر، لكن في الظاهر ناس يعني جاءوا استقبلونا ليجنبونا الخطر نتاع التسليم أو الترحيل للجزائر، وهم مستعدون لتلبية مطالبنا ومستعدون لاستقبال أهالينا وأولادنا عندما يزوروننا، وهكذا وهكذا وهكذا. ولكن كانت يعني الحق العسكر يعني بالأخص العبد لله، كانت الحراسة معي 24 ساعة في 24 سنة هكذا. شحال قضيت في بوركينا فاسو؟ قضيت هي كل ما بين بوركينا فاسو 9 اشهر نتاع 25 سنة و4 اشهر و22 يوم، هذه اذا حسبنا لها 9 اشهر، اذا نحيت 9 اشهر تبقى 24 سنة و7 اشهر في البوركينا. كيفاش قضيت هذه السنوات كلها في بوركينا فاسو؟ تحت هذه الحراسة وتحت هذه الضغوط النفسية، ويا هل ترى كنت وحدك ثم ولا بالعائلة؟ لا لا، كنت وحدي. العائلة، يا العائلة، العائلة يجوني ربما مرة في السنة، لكن قضيتها وحدي. ولكن كي وصلت لقيت يعني انشغالات، لقيت أمور شغلتني وخلتني نعقب الوقت، يعني مثلا من بين هل الحوار هذا الإسلامي المسيحي، التعليم، المحاضرات، الأعمال الخيرية، هذه كلها خلتني نعقب هذه 25 سنة. ثم بعد ذلك الصبر، نحمد الله على الصبر اللي أعطاه لي. يعني شغلت روحك بمواضيع أخرى. اشغلت روحي بمواضيع أخرى، وأما النفي بكل صراحة نقولها لك إذا تسمح لي دقيقة، النفي يعني عقوبة قاسية بكل صراحة، ولهذا الشرع ما لا يقيمها إلا على الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد. على كل حال ما نحكيلكش، كاين من اللي فقدوا حتى عقولهم رشدهم، كاين اللي فقدوا زوجاتهم وأولادهم، كاين اللي فقدوا تجاراتهم، كاين اللي مش سهلة، مش سهلة، ليس من السهل. هذه حاجة والله ما تمناها إلا للعدو، هذا بكل صراحة. العدو إذا كان ناس ملاح تقول لا ما يستاهلش، يعني مش سهلة، مش سهلة. لكن أنا الانشغالات هذه اللي خلتني نقوم بها نساتني شوية في المصيبة اللي تعرضت لها بتاع النفي وبتاع كما قال فيكتور هيغو، يقول لهم وتضيفون وهذا لم يكفيكم، تحكموا الإنسان وترموه على مئات الآلاف عشرات الآلاف كيلومترات وتتركوه في جزيرة وحده وكذا وكذا، وهذا ألم يكفيكم هذا؟ وتضيفون إلى النفي، إلى عذاب النفي عذاب السجن. يعني يضيفون، هما كانوا معايا حراس ما يخلونيش حتى نرقد في الليل، يباتوا يسكروا، يباتوا يسكروا، يباتوا يشكروا، يردوا ما نرقدش مليح في الليل. لكن صبرت، وش راح نقول لك، صبرت والحمد لله، هاي عقبت مرت وخلاص. والحوار المسيحي الإسلامي في الحقيقة ما ندمش الخطرة، أنا كي مشيت يعني تقريب ما راحتش الوقت نتاعي، ما ضاعش. مثلا قمت بحوار مثلا، وكتبت ألفت كتب، هذا من الكتب مانيش عارف لا تشوفوها، نعم نشوف. يتكون من 559 صفحة، هو فيه جزئين، هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني، فيه 239 صفحة. نعم، هو أنت كتب يعني هذا ممكن الإسلام، تذكر الكتب هذو اللي ألفتهم ثم في بوركينا فاسو، وإذا ممكن تعطينا هكذا يعني قال نبذة على كل كتاب هكذا. هاي طول الوقت. هذا مثلا الإسلامي الأوكسيدون، هذا كتبته
خطرة كاين كتب ألفتها بمناسبة الحوار الإسلامي المسيحي، كما هذا مثلا، هذا أبوستازي باري لورانس، هذا على كل حال هذا كتبه واحد كان رئيس جمهورية يسموه سايزربو، رئيس جمهورية لا أوت فولتا، يعني فولتا العليا، اخترع البيركينا كانت اسمها فولتا العليا، وكتب كتاب، كتب كتاب قال هو كي دخل السجن وطيح به بانقلاب عسكري وأدخل السجن، وهو كان عسكري، كان جنرال يعني. في السجن كتب كتاب قال دخلت السجن مسلما وخرجت مسيحيا، تناقل المسيحية في السجن، وكتب كتاب يدعو المسلمين، إخوان المسلمين للمسيحية، لأن كأنه أراد أن يقول لهم بأن الإسلام رمز، يرمز للسجن وللعنف والمسيحية هي رمز للحرية والتحرر، وكتب كتاب. أنا رديت عليه بهذا الكتاب، يعني يتكون من 318 صفحة، عنوانه أبوستازي بارينيورانس، الردة عن جهل، قلت درتها عن جهل باش على الأقل ما يتجنب حكم يعني العقاب الشرعي اللي هو الموت، قلت أنا أبوستازي بارينيورانس، جاوبته والكثير يعني من العلماء والدعاة يعني ثمنوا هذا الكتاب، يعني عجبهم. وكتب أخرى، مثلا إسلامي سيفيليزاسيون، مثلا ديبا إسلام كريستيانيزم، هذا يقع على 3 أجزاء، ثاني هذا ثاني يعني الحوار الإسلامي المسيحي، هذا الجزء الأول، هذا الجزء مانيش عارف اسم الجزء الثاني، وهذا الجزء الثالث، هذا الجزء الأول، والثاني والثالث. كتبت لشريعة الأكتواليتي، كتبت جي جي إي محمد، هاي لشريعة الأكتواليتي، كتبت يعني محمد وعيسى، كتبت ألان بردليسون في ظل الإسلام 4 أجزاء، كتبت سيزوبينيون، هذو الأفكار أو هذه الأفكار أو الرؤى التي تسببت في ترحيلنا أو في نفينا، هذا كتاب ثاني فيه 401. كتبت لكريتيان بيجي ومش عندي هنا المسيحيون في فخ، كتبت درواي دكترين إسلاميك، كتبت إستوار دو بوليتيك دي الإسلام، هل تلقاوها في واحد، هذه كلها معذرة معذرة أستاذ نور الدين، تلقاوها في هذا الموقع أو المدونة، هاي موهاب بسم الله ديبا، هل راه تبان؟ لا ما ما بعيدة بانش، بعيدة، هكذا نقرب نقرب ولا كيف؟ نقدر نشوفها، دوك من بعد ممكن بالك لقد نقدر نلقاه. بسم الله ديبا تقريبا فيها الكتب، دوك كلها دوك يعني. دوك نشوفها ممكن بالك لعود لنا. كنت بعثتها لي في الخاص ولا لا؟ بعثها لك، هي سهلة، دبليو بسم الله ديبا بوان نت، بسم الله من بعد الفاصل هذاك تاع الستة، بسم الله انتيري ديبا بوان نت، تلقاو هاي خضراء، درك تعرف لا ما بانتش، مش مشكلة، دوك نشوفوها ون راه مش خارجة هنا، مش خارجة، مش مشكلة، دوك نشوفوها ونعرضها إن شاء الله للإخوة على جال باش يشوفوها. إذن أستاذ أحمد، كانت هذه المدة يسمى قضيتها بين التأليف الكتابة والمحاضرات والدعوة للإسلام. الآن ما تبانش، لا لا بعيدة، ما الآن هني هاي تبان في الله، هني نشوف، درك نشوفها، درك نشوفها ونعرضها. إذن ألفت تقريبا 21 كتاب، 21 كتاب هكا، ولهذا 21 سم ولهذا معدل كل سنة بكتاب،
هكذا هكذا.